عزيز درو، مرحبا بك على موقع البطوله كوم. كيف ترى اول مشاركه في المونديال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اش غادي نقول لك، هذه اول مشاركه للمنتخب الوطني داخل القاعه في احصائيات كاس العالم، وكنظن هذا شرف كبير للكره الوطنيه. وان شاء الله غادي نحاولوا ما غادي نحاولوا نبانوا بواحد الصوره ان شاء الله مشرفه ونفرحوا الجمهور المغربي. كيف مرت الاستعدادات للمونديال؟ الاستعدادات مرت في اجواء احترافيه، نقدر نقول احترافيه، مع تواجد مع المدرب هشام كيك. واخا كان واحد التوقف على اثر الحادث اللي وقع لمجموعه اللاعبين، والحمد لله استطعنا باش نسترجعوا اللياقه، وان شاء الله ما يكون على خير. تعليقك على المجموعه اللي غتلعبوا فيها؟ المجموعه اللي غادي نلعبوا عليها هي مجموعه صعبه، بوجود تواجد المنتخب الاسباني، المنتخب الايراني، ومنتخب بنما. وان شاء الله اش غادي نقول لك، يعني المهمه غادي تكون، ما غاديش تكون سهله، وان شاء الله غادي نديروا نقدموا ما بوسعنا باش نفرحوا الجمهور الوطني ونشرفوا الكره الوطنيه المغربيه. عزيز درو، كنت معنا على موقع البطوله.com. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا.